بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا واسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وازواجه الطيبين الاطهار مشاهدينا الكرام احييكم وارحب بكم في هذا المجلس العطر من مجالس السيره النبويه الذي اسعد فيه بتدارس سيره خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بصحبه كل من الفاضلين الاستاذ مسعود ميت إمام خطيب الجامع الكبير أهلاً وسهلاً بك شيخنا أهلاً وسهلاً أخي حمزة سعداء بهذا اللقاء وبهذه الرحلة ونحن أسعد بهذه المجالس الطيبة إن شاء الله الله يسلمك أهلاً. شيخنا سعداء كذلك بصحبة الأستاذ الدكتور الخميسي بزاز أهلاً وسهلاً بك شيخنا أهلاً بك يا أخي حمزة سعداء بمواصلة الرحلة وتدارس سيرة خير الخلق محمد صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم. نحن دائما أسعد بهذه المجالس بهذا الحديث أخي حمزة. شكرا شيخنا إذن مشاهدينا الكرام في حلقتنا لهذا العدد نتحدث عن حج أبي بكر بالناس في جملة من النقاط خير ما نبدأ به الحديث هو الحديث عن الحج وماذا يمثله عند العرب في الجاهلية. قبل ان نتحدث عنه في الاسلام تفضل شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تحيه لك اخي حمزه وتحيه الدكتور الخميسي وللمشاهدين والمشاهدات فنقول السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته, ورحمة الله وبركاته. من, بيني من بين بقايا الحنفيه السمحاء حنفيه ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام التي بقي الناس متشبثون بها على تشويه لها هي حج بيت الله الحرام هذا البيت الذي اعلى الله عز وجل شانه ومكانته وازداد هذا الشان وهذه القيمه في حادثه الفيل عندما اراد ابرهه الاشرم ان يهدم الكعبه المشرفه وارسل الله عز وجل عليه الطير الابابيل وتناقل الناس وتناقل العرب هذا الخبر فازداد تشبثهم بالكعبه المشرفه وباداء تلك الطقوس التي هي في الاساس انها شريعه، شريعه ابراهيم الخليل، ولكن لما حرفوها اصبحت عباره عن طقوس وعادات يؤدونها كل سنه وتسمى حجا عندهم، فكان الناس ياتون من كل فج عميق وخاصه شبه الجزيره العربيه في موسم محدد لزيارة بيت الله الحرام والطواف به والسعي بين الصفا والمروة وحتى الذهاب إلى مزدلفة والذهاب إلى عرفات فكانت هذه المعالم الباقية من شعيرة الحج التي جاء بها إبراهيم الخليل الطواف السعي بين الصفا والمروة الوقوف بعرفة الوقوف بمزدلفة ونحر الهدي وعندما ننظر في هذه الشعائر او المشاعر نجد بان العرب قد حرفوها وشوهوها وادخلوا فيها ما ليس منها بل اصبحت ترمز الى الشرك والوثنيه اكثر من رمزها او اكثر من انها ترمز الى التوحيد لان هذه الشعائر وهذه المشاعر انما جاءت لاعلان شريعه التوحيد كما جاء بها ابراهيم الخليل، ولكن العرب حرفوها وغيروا فيها وادخلوا فيها ما ليس منها. فالكعبه المشرفه المطهره الطواف حولها اصبح اصبح يمارس من غير ثياب، ولك ان تتخيل يعني أي تدنيس لهذا المقام الشريف ولهذه الكعبة المشرفة في أن يطوف الناس عرات وملئت بالأصنام 350 صنم في جوف الكعبة التي هي رمز لتوحيد الله عز وجل وأصبحت تلطخ بدماء الهدي الذي كان يسوقه العرب فعندما ينحرونه يلطخونها بتلك الدماء النجسة اعتقادا منهم بأن ذلك تقرب إلى الله وأن ذلك زلفى إلى الله عز وجل. وأما السعي بين الصفا والمروة فبدل أن يسعوا بين الصفا والمروة أصبحوا يسعون بين حجرين إيساف ونائلة أحدهما في الصفا وأحدهما في المروة فكأنهما أو فكأن العرب في ذلك الوقت يتقربون إليهما بذلك السعي. وأما الهدي فأصبح يُذبح عند الأصنام وعند الأزلام. وعنده بل وعند غيرها من الأصنام التي كانت موجودة في ذلك الوقت و... واختصت قريش ببعض الأمور وتميزت بها عن غيرها وهم الذين كانوا يسمون بالحمص بحيث أن وقوفهم كان في مزدلفة فكانوا لا يذهبون مع الناس إلى عرفات فكانوا يتوقفون في أيام الحج عند المزدلفة فقط أما باقي الناس من غير قريش فإنهم يذهبون إلى عرفات مثل يعني شعيرة الحج في حقيقتها وفي أصلها الوقوف بعرفات فملخص الأمر أن العرب غيرت وحرفت وابتعدت بأداء تلك الشعائر وتلك المشاعر التي جاء بها إبراهيم ابتعدت بها بعدا كبيرا عن حقيقتها وعن صورتها الصحيحة وعن مقصدها وعن مغزاها الذي هو توحيد الله عز وجل وبقي الحال على ذلك الحال عند بعثة النبي صلى, صلى عليه الله عليه وسلم, عليه وسلم. وبقي الحال على حاله عند هجرته صلى الله عليه وسلم وبقي الحال على حاله عند فتحه لمكة في السنة الثامنة فبقي الناس على حالهم وحج في السنة الثامنة عتاب بن أسيد الذي كان قد عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على مكة حج بالمسلمين بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا ما كان يفعله العرب والمشركون الى ان جاءت السنه التاسعه للهجره والتي كان كانت الاوضاع قد استقرت فيها في مكه للمسلمين فلما جاءت السنه التاسعه امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يخرج بالناس لاداء هاته الشعيره ولم يخرج هو صلى الله عليه وسلم صلى الله الى عليه وسلم. السنه العاشره حيث حجه هو صلى الله عليه وسلم حجته الوحيده وارسى فيها كثيرا من المبادئ وكثيرا من القيم التي تحتاجها الانسانيه وتحتاجها البشريه اجمع. شكرا شيخنا الشيخ مسعود مجاد. اهلا وسهلا بك دكتور الخميسي بيك. بزاز. الاستاذ بسط بالحديث فوصل الى خروج ابي بكر بالحج بالناس ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال يطرح نفسه إذا لماذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا بالناس ثم هناك سؤال آخر يرادفه أستاذ الخميس بزاز ألا وهو تلك العادات التي استحدثها العرب واستحدثتها قريش في هاته الشعيرة من شعائر الله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بتغييرها ولم يغيرها حتى كذلك في حج عتاب بن اسيد لم يحصل هناك تغيير فما الحكمه من هذا او ما هو الدرس؟ بارك الله فيك استاذ حمزه بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد تحيه لك استاذ حمزه تحيه الاستاذ مسعد مييه وتحيه للاخوه والاخوات شكر. المشاهدين الكرام نحيي الجميع فنقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لشك ان النبي عليه الصلاه والسلام وصحبه الكرام كانوا في شوق الى ان يذهبوا الى الكعبه وقد طهرها الله عز وجل من الرجس ومن الاوثان وقد راينا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم هدم تلك الاصنام التي تحيط بالبيت عام الفتح ولكن ظل ظلت بعض مظاهر الشرك موجودة وقائمة في قريش في مكة المكرمة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام الله بعد الله. الفتح قابل إسلام من أقبل عليه مسلما ولكنه لم يجبر كما رأينا أحدا من الناس على أن يدخل في دين الله عز وجل وما زال الشرك في بعض القبائل العربية وكانت الناس تحج كما كان يذكر الاستاذ مسعود منذ قليل كان الناس يحافظون على اداء فريضة الحج التي كانت فريضة لله عز وجل خالصة فأدخل فيها الناس كثيرا من الامور التي اخرجتها عن دائرة التوحيد الى دائرة الشرك والعياذ بالله فعندما كان العام التاسع للهجرة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق رضي الله عنه بأن يخرج إلى الحج أي أنه أمره على وفد الحج الذي خرج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وقيل بأن عدد من خرج مع أبي بكر من الصحابة 300 رجل وقيل غير هذا الكلام ولكن ضبط العدد ليس مهما جدا ولكن أمر وفد معتبر من الصحابة بأن يخرج لأداء فرضة الحج وأمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأن يكون أميرا على هذا الوفد وفي هذا دلالة على منزلة هذا الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه, رضي الله عنه فقد الله. اختاره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يمثله في هذه الرحله المهمه جدا الا وهي رحله اقامه شعيره الحج ربما استاذ مسعود له ما يضيف في هذه الدلاله من اختيار ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه للحج بالناس وكذلك للاستفاضه في الحديث عن لماذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم نعم جزاك الله كل خير ولكن اسمح لي ان يعني اقف عند اختيار ابي بكر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر على وجه التحديد دون ما غيره من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ودلاله ذلك. كون النبي صلى الله عليه وسلم اختار ابا بكر لان يحج بالناس فهذا اشاره قويه جدا الى انه هو الذي يمكنه ويؤهلوا لان يستخل يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم في رعايته واقامته لشعائر الله عز وجل بعد وفاته فمعروف ان الرجل لا يستخلف من ورائه او لا يستخلف احدا وراءه الا اذا راه اهلا وكفءا ومؤتمنا وثقه ومقتدرا على ان يؤدي ذلك العمل مثل ما يؤديه صاحبه المكلف به بالاصل. فكون النبي صلى الله عليه وسلم الاصل بالسلام. ان يخرج هو من اجل ان يحج بالناس هذا هو الاصل. للاسباب التي سوف نذكرها والتي حالت دون خروج النبي صلى الله عليه وسلم فاستخلف من هو اهل لذلك او من هو احق واقدر على ذلك من غيره من الصحابه فكان ابو بكر ولعل في ذلك تمهيد للمهمه العظيمه التي سوف يحملها أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبقها قبل ذلك إشارات كلها استأنس بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أنه بعد رسول الله يوجد أبو بكر. بعد رسول الله يوجد أبو بكر لا غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نلمس هذا في قضية استبقائه صلى الله عليه وسلم، استبقاء أبي بكر استبقاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الهجرة فاختاره من دون الناس كلهم من اجل رافقه. نلحظ ذلك في بعض الاحاديث التي كان يدافع فيها عن ابي بكر ويقول هلا هل تركتم لي صاحبي لقد امن بي اذ كذبني الناس و... وصدقني اذ كذبني الناس و... 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 وواساني بماله اذ حرمني الناس وهو يوجه الكلام لعمر الذي كان يمكن ان نقول ندا لعمر لابي بكر في المنزله يوجه له هذا الكلام كاشاره الى ذلك القرب وذلك تلك العلاقه الخاصه بين ابي بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، سمع وتتاكد سمع. هذا بتكليفه ان يحج بالناس لاداء هذه الشعيره الكبيره والعظيمه عندما نرجع قليلا الى الى السرايا التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤمر عليها الصحابه لا نجد انه اختار ابا بكر في سريه من السرايا على ما اذكر الا سريه واحده يعني وعددها قليل ولا تكاد تذكر ولكن عندما كانت المساله متعلقه باداء شعيره فاختار لها ابا بكر الصديق رضي الله عنه, عنه وارضاه ولم يختر لها احدا من الاخرين ويتاكد هذا المعنى الذي يدل على أهلية أبي بكر لاستخلاف النبي صلى الله, عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في مرضه بأبي هو وأمي وعندما قال لنسوته أمرنا أبا بكر فليصلي بالناس فها هو أبو بكر يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أداء شعيرة الحج التي هي عبادة لا بد لها من قائد لا بد لها من موجه لا بد لها من 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 موضح لابد لها من 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 يفض ما يمكنه ان يحدث في ذلك الطريق من من يرجع اليه الناس عندما يختلفون في مساله من مسائلها فكان قائدا للناس في الحج واختاره ان يكون اماما للناس في صلاتهم وكلها رمزيات تدل على ان المؤهل الحقيقي لاستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ل تعبيد الناس لله رب العالمين وسياسه امورهم الدينيه والدنيويه انما هو ابو بكر رضي الله عنه وارضاه فلعل هذه الدلاله تبرزها هنا في اختياره لان يحج بالناس في العام التاسع عندما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الا يحج بالناس في هذه السنه شكرا استاذ مسعود مياد دكتور الخميسي بزاز هذا هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ومنزلته من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدلالات وهذه العبر في هذا الاختيار والحكمة من الاختيار والحكمة من عدم خروج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا بالناس في هذا الموسم بارك الله فيك أستاذ حمزة إذا فعلا ما ذكره الأستاذ مسعود هي إشارات قوية جدا كانت تبرز على أن منزلة أبي بكر في منظومة الدولة التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم منزلة متميزة جدا لا يدانيها فيه أحد من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جلال قدرهم وعظيم مكانتهم عند الله عز وجل وعند رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد كانوا حقيقة متميزين وكان عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على قدر وافر من الكفاءة والملكات الكبيرة جدا ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يتميز بعدد من هذه الميزات وقد ذكر الأستاذ مسعود بعضا منها ولعل هذه الرمزية في أن يختار على رأس الوفد الذي يذهب لأول مرة حاجا من المدينة من العاصمة إلى مكة المكرمة هذه رمزية كبيرة جدا والسؤال لماذا لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله هذا العام ليحج بالناس لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في البداية كان شأنه شأن الصحابة عليهم الرضوان يتشوفون لأن يروا بيت الله الحرام الذي يتوجهون له بالصلاة في ابهى واجمل صورة ولكن هذه الصورة لم تكتمل بعد فما زال الى الان الى هذا التاريخ هذا الذي نتحدث فيه السنة التاسعة الهجرة ما زال العرب الذين المشركون الذين يأتون الى الحج يوم في في موسم الحج ما زالوا يحافظون على تلك العادات القبيحة في اداء ذلك الحج وقد أشار والأستاذ مسعود وذكر القرآن الكريم هذا الصنيع الذي كانوا يصنعون فقد كانوا يحجون عراة كانوا يطوفون بالبيت عراة وكان كانوا يعمدون إلى إصدار الأصوات المجعزة والصفير في حضرة البيت وهم يطوفون بذلك البيت وكان هذا منظر مقزز بشع فالنبي صلى الله عليه وسلم وينافي حتى الادمية ينافي الادمية ولكن سبحان الله عندما تعمل القلوب تصدر هذه التصرفات القبيحة، كان الناس يتصورون بأن الحج الحج بعرات وتلطيخ البيت بالدم النجس، كان الناس يتصورون بأن هذه من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولأجل هذا قال القرآن الكريم وما كان صلاتهم عند البيت الا مُكَاءً وتصديه، اي ان هؤلاء الناس كانوا يصدرون الاصوات المزعجه ويعمدون الى التصفير وهم يطوفون بالبيت ويطوفون به عراة، فقال كتاب السيره النبويه بان النبي صلى الله عليه وسلم تافف من ان يذهب الى البيت ويطوف به ويحج، وهذه المظاهر الوثنيه ما تزال به بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد وجه بعد ذلك التوجيه حتى تنتهي هذه المظاهر المسيئه الى الحج والى فريضه الحج كما سنرى بعد ذلك عندما ارسل علي بن ابي طالب رضي الله عنه ليدرك موكب الحج الذي خرج مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه، فاذا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكون حجه. الى ادائه لفريضه الحج في افضل الظروف الممكنه، ولا شك ان افضل الظروف هي ان تتطهر الكعبه من هذا الدنس الذي يمكنه ان يصيب البيت، ان يصيب الكعبه وان يصيب مظاهر التدين ومظاهر اظهار شعيره الحج كما كان يذكر الاستاذ مسعود من مظاهر كان أهل الجاهلية يأتونها في موسم الحج هذا الذي أخر خروج النبي صلى الله عليه, الله وسلم. عليه وسلم ويجب أن لا ننسى بأن هذا التوقيت بالذات كانت القبائل العربية تأتي المدينة المنورة لكي تعلن ولاءها وبيعتها للنبي صلى الله عليه وسلم ودخولها في دين الله عز وجل أفواجا لأجل ذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه إلى العام القادم الذي سيكون فيه حجة الإسلام وحجة الوداع التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام بالناس في السنة العاشرة صلى الله عليه وسلم للهجرة شكراً دكتور نخبيسي مزاز أستاذ مسعود ميات مع كل هذه الحكم والعبر من دلالة وحكمة اختيار سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وارضاه لخلافه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المهمه العظيمه او في اقدس شعيره او اقدس ركن من اركان الاسلام وكذلك عدم خروج النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لاستقباله للوفود التي كانت تفد الى المدينه المنوره مبايعه بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. ماذا يمكن أن نقول في هذا الباب؟ نعم جزاك الله كل خير يعني حقيقة بالإضافة إلى السبب الحقيقة الوجيه الذي ربما حال دون خروج النبي صلى الله عليه وسلم لأن يحج بالناس وهو وجود تلك المظاهر التي يستحيل أن يقرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يرضى بها لأن حج النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود تلك المظاهر أمر لا يستقيم فيها شبه اقرار بها وشبه رضا وشبه قبول وان كان هذا الامر غير حقيقي ولكن كونه يتواجد في الكعبه ومعه الصحابه وهنالك في نفس المكان اناس يؤدون طقوس الشرك امر لا يمكن ان يتصوره احد او ان يتصوره أو يتقبل, آه أو, أن او يتقبل والامر الاخر انه لم يكن يمكنه صلى الله عليه وسلم ان يمنعهم لا الله لم وسلم. يمكن أن يمنعهم لأنه بينهم بينه وبين كثير من القبائل عهود ومواثيق ولما ينزل شيء يعني يفض تلك العقود من القرآن الكريم وحتى عندما نتكلم بأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه من الله عز وجل أبقى الناس على مدتهم التي عاهدوا عليها فلم يكن صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يمنع سنة. الناس من أجل أن يخلو له الجو من اجل ان يؤدي الطقوس ان يؤدي شعائر الحج دون ما ان يكون هنالك مظهر من مظاهر الشرك، ولم يكن يستطيع ان يؤدي شعيره الحج مع وجود تلك المظاهر، وان كان هذا كله سبب واحد من الاسباب كما ذكر اهل العلم والا فهناك بعض اهل العلم ذكروا اسباب اخرى، التي قالوا من بينها انه السبب في عدم حجه انه لم يكن قد فُرض الحج بعد وفُرض الحج بعد آه بعد هذا الحج، أي بعد السنة، هو عندما نقرأ تاريخ تشريع الحج أنه فرض في السنة التاسعة، ولكن هل قبل أداء هذا الحج بمعنى قبل التاسع أو قبل العاشر من ذي الحجة أو بعد العاشر من, من ذي الحجة؟ فهنالك قول بأن الحج لما يفرض بعد، وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم في سعة من أمره سلام ولم سلام. يكن الحج واجباً لا عليه ولا على المسلم. هذا قول. قول اخر وهي ان الظروف لم تتهيا للنبي صلى الله عليه وسلم للحج بسبب كما ذكر دكتور انشغاله باستقبال الوفود وتهيئه امور السفر التي تحتاج الى تحضير وتحتاج الى استعداد من اجل ذلك فوض ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بهذا الامر. هنالك قول اخر وهو كذلك من القوه بمكان وهو ان الحج في تلك السنه لم يكن في ذي الحجه وانما كان في ذي القعده. فذكر بعض اهل العلم بان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لم يحج في ذي الحجه وانما حج في ذي القعده باعتبار ان العرب كانوا يحجون في كل شهر سنتين. يحجون في سنتين في شهر ذي القعده وسنتين في شهر ذي الحجه وسنتين في شهر محرم وهكذا الى ان يعني يدور الامر فتوافق في السنه التاسعه أنه كان في شهر ذي القعدة وفي السنة التي قبله اللي هي السنة الثامنة كان في ذي القعدة السنة السنة العاشرة كان الزمان قد استدار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض فتوافق الحج مع ذي الحجة مثل ما شرع أول مرة فهناك قول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لأنه تصادف مع ذي القعدة على ما كان الناس يفعلونه وإن كان هنالك من يعني رفض هذا القول وقال بأنه لا يستقيم لأن الله عز وجل سمى ذلك اليوم بالحج الأكبر فيوجد هذا القول بأن وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر فقالوا طالما أن الله عز وجل سماه بالحج الأكبر إذن فدل على أنه حقيقة وإن كان هناك من قال لا قال سمي بالحج الأكبر لأن الأعمال يعني نسبة للأعمال التي تقام فيها فيه نقاش كبير في الموضوع ثم أن النبي صلى, صلى الله عليه وسلم, الله وسلم لا يمكنه أن يحتكم على أعراف الجاهلية وأن م. يجعل المواقيت التي يضعونها للحج هي المواقيت التي تلزمه عليه الصلاة نعم. والسلام صلى صلى فإذا صلى هذا الذي رد نعم. به على نعم. من قال بأنه في ذي القعدة بأنه نعم. كان في, في ذي القعدة نعم. على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم هو الذي يضع التشريع نعم. ولا يمكن لعادات الجاهلية نعم. أن تكون أن يكون لها سلطان على النبي صلى الله نعم. عليه وسلم ولكن لا شك أنها مجموعة أسباب أسباب نعم. تضافرت, نعم. تضافرت واجتمعت حتى لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم صلح في صلح. إلى الحج في السنة التاسعة وكان خروجه في السنة نعم. العاشرة للهجرة لتكون حجة الوداع صحيح فربما هذه كلها كما ذكر الدكتور يعني مشتركه مع بعضها البعض، ربما لم يتهيأ له امر السفر، تصادف مع آآ آآ يعني عدم عدم فرضيه الحج ربما، تصادف مع عدم قدرته صلى الله عليه وسلم على ان يمنع تلك المظاهر التي كانت طاغيه ومنتشره في العرب، ربما لانها في 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 ذو في, في, في في ذو القعده ولما ينزل تبيان لهذا، قد تكون مجموعه هذه العوامل ساهمت في ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤدي الحج في هذه السنه ويؤخره للسنه التي بعدها في السنه العاشره من هجرته صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم. استاذ الخميسي بزاز هذا الحديث عن حج الناس ب... حج ابي بكر رضي الله عنه وارضاه بالناس وعدم حج النبي صلى الله عليه وسلم. بهم ودلالة الاختيار والحج عند العرب في تلك الفترة وما إلى ذلك في ذات السياق وبالموازاة مع هذا الموعد الهام نزلت آيات من صورة براءة الآيات الأولى فما كان حديث هذه الآيات وما سبب النسول بارك الله فيك أستاذ حمزة شك كانه ما يدعم القول الذي يعني يرجح عدم خروج النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. هي تهيئه الاجواء وتطهير البيت من مم. من الدنس الذي كان يحدث هو نزول هذه صحيح. الايات بعد ان خرج ابو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس بعد ان سار موكب ابي بكر بالناس تنزلت الايات الاولى من سوره التوبه لاننا راينا ونحن نتحدث عن المنافقين بأن عدد كبير جدا من الآيات تنزل تنزلت في حقهم. لتفضح تلك السلوكات التي حدثت من أولئك المنافقين في غزوة تابوك ولكن القرآن الكريم كان يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم صح صح. بحسب الأحوال منجما ثم بعد ذلك كان جبريل عليه السلام يراجع القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ الآيات أماكنها في الصورة وتأخذ الصور أماكنها في القرآن الكريم، فإذا بداية الصورة ليست هي أول ما نزل من سورة التوبة بل نزل أكثر سورة التوبة كما رأينا وهو يتحدث عن النفاق وما حدث في غزوة تبوك، ثم تنزلت أوائل سورة التوبة والتي بالمناسبة في القرآن الكريم لا نجد ذكر البسملة في بدايتها لأن المحتوى الذي نزلت به لا ينسجب مع ذكر الرحمة وذكر الرحمن والرحيم وفي عدم ذكر البسملة في بداية سورة التوبة كلام كثير للعلماء أعتقد أن المكان ليس لبسطه ولكن على الأقل ال... الإشارة إليه هو أن التوبة هذه الصورة تعلن البراءة من المشركين فكيف يقدم لها بأن الله عز وجل رحمن رحيم نزول هذه الآيات الأولى من سورة التوبة تعلن براءة الله عز وجل من المشركين وتضع ميقات محدد لكي تتطهر الكعبة من الشرك ومن مظاهره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بأن يدرك موكب الحج ثم بعد ذلك يذهب الى يدرك موكب ابي بكر الصديق رضي الله عنه ليحمل هذه الرساله الى مكه والى المشركين في مكه حتى يخبرهم بهذا التطور الجديد الذي حدث بعد نزول هذه الايات الاولى من سوره براءه. شكرا دكتور الخميسي أستاذ مسعود ميات مع هذه الآيات الكريمات التي تحمل الكثير من الرسائل والكثير من الإشارات لما هو قادم وما سيؤسس له في المستقبل ومن تكليف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وحمله لهذه الرسالة التي سيعبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال آي الذكر ومن خلال توصيته لعلي ما سيكون في امر الحج حقيقه ان نزول هذه الايات او اوائل سوره التوبه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروج ابي بكر ومسيره بالصحابه قيل ثلاثه ايام بعد خروجه من المدينه نزلت هذه الايات التي بلا شك وبلا ريب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظرها وكان ينتظر جوابا شافيا حول مصير هذا هذه الوثنية التي ما زالت في مكة المكرمة والتي ما زالت تمارس باسم شعيرة الحج وهي بعيدة كل البعد عن هذه الشعائر ولم يملك النبي صلى الله عليه وسلم قدرة على منعها دون ما أن يأتيه توجيه أو بيان من عند الله عز وجل بلا شك أنه كان ينتظرها وبالفعل بمجرد ما نزلت هذه الآيات الكريمات التي امر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب ان يبلغها لابي بكر وان تبلغ بعد ذلك للناس اجمعين بمجرد ان وصلت ارسل علي بن ابي طالب واختيار علي بن ابي طالب كذلك له من الدلاله وله من القوه الشيء الكبير جدا باعتبار قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وباعتبار عادات العرب التي كان اعتادت على انه يبلغ الرساله عن الشخص قريب منه ليس قرابه من القرابات الاخرى وانما قرابه دمويه وقرابه نسبيه فكان زعماء العرب مثلا عندما يوفدون احدا من اجل ان ينقل قضيه ما كانوا في العاده يختارون قريبا لهم. قد يختار ابنه او يختار اخاه ليدل لي دلاله على ان الرجل لا يكذب على فلان وانه قد يكذب عليه رجل اجنبي ولكنه لا يكذب على والده ولكنه لا يكذب على اخيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أي على الصلاة ِ Oh, Son اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدَّه. اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها رواه البخاري. فكاعطاء مصداقيه للرساله وللبلاغ الذي يريد ان يوصله للناس يرسل قريبا له فارسل النبي صلى الله عليه وسلم علي من هذا الباب ومن باب اخر قدرته وكفاءته وبلاغته وفصاحته التي تؤهله لان يتصدر المشركين بعد ذلك وان يلقي على مسامعهم او يقرا على مسامعهم تلك الايه ثم ثم يبلغهم بما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغ به الناس وهي اربعه اشياء انه لا يدخل الجنه الا مؤمن حتى حتى يعلم اولئك الذين يعتقدون بانهم بتلك العبادات الوثنيه يتقربون الى الله، بان عملكم هذا لن يزيدكم الا بعدا من الله وبعدا من الجنه ان كانوا يؤمنون بها والا فاغلبهم يقولون من يحيي العظام وهي رميم ولا يؤمنون لا بالبعث ولا بالنشور. فاول ما يصدح به انه لا يدخل الجنه الا مؤمن. والامر الثاني الا يطوف بعد هذا العام عريان. والامر الثالث من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه صلى الله وسلم, وسلم عهد فعهده الى مدته، بمعنى لن يكون هنالك تمديد في الاجل. اذا كان فيه اتفاقيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبيله من القبائل فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على انه يحترم ذلك العقد ولكن نهايته تنتهي بانتهاء اجله ولا يمكن تمديده بعد ذلك. فهذه الأمور آه بعدما تلا سيدنا آه عم سيدنا علي بن أبي طالب تلك الآيات على آه أبي بكر الصديق وأخبره بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سار معه رضي الله عنه وأرضاه سار علي مع أبي بكر الصديق واستمر مسيرهما إلى غاية آه الوصول إلى, إلى مكة المكرمة وعند الوصول أعلن للناس بهذا الإعلان وحج الناس كما كانوا يحجون من قبل ولكن كان ذلك آخر عهد لهم بالكعبة أو بمكة المكرمة بتلك الطريقة وبذلك وبتلك الصورة شكرا دكتور سعود مياد على هذا التوضيح وعلى هذا الحديث أتوقف مرة أخرى عند ذلك الحوار الذي جرى بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما أدركه وأخبره بما تعثه به النبي صلى الله عليه وسلم للوفد ولي من قريش بارك الله فيك يا أستاذ حمزة إذا بعد نزول الآيات هذه الآيات التي تبرأ من المشركين وتضع هذه الحدود الزمنية أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي على ما هي عادة العرب كما ذكر الأستاذ مسعود حمل علي رضي الله عنه هذه الرسالة وهي الآيات الأولى من سورة براءة وأحسب أنني قد أخطأت في البداية وأنا أقرأها فبداية الآيات براءة من الله ورسوله براءة من الله ورسوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر فإذا سيدنا علي عندما وصل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان هناك حوار راقي جدا فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال له أمير أم مأمور يعني هل جئت حتى تكون انت امير هذا الركب وامير هذا السفر ام جئت لكي تكون واحدا من 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 المامورين فقال له علي رضي الله عنه بل مامور اي انني جئت احمل رساله ولكنني اكون في هذا الركب واحدا من الذين ياتمرون بامر الصديق رضي الله تعالى عنه, رضي الله عنه. وهذا وهذا الحوار الراقي وهذا الادب الجم يدل على المكان التي يحتلها كل واحد من هذين الصاحبين عند صاحبه فأبو بكر رضي الله عنه كان يكن الاحترام الكبير لعلي رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه كان يبادله ذات المشاعر بخلاف تلك الدعاوى المغرضة التي نقرأها ونسمع بها وبعض محاولات التي يحاول بعض الناس أن يوقع بين الصحابة بسبب هذه الأحداث التي حدث في التاريخ وحتى أن بعض الناس بعض المرجفين قالوا بأن خروج علي على أثر أبي بكر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على أبي بكر ويتغافل هؤلاء الناس على هذه العبارة الصريحة التي قالها علي رضي الله عنه حينما قال بل مأمور أي أنه قال بأنني إنما جئت لأسير في هذا الركب ولكنني لست أميرا وإنما مأمور وأتبع أبا بكر الصديق رضي, رضي الله عنه, عنه وهذه العلاقة استمرت أستاذ حمزة على في 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 حياة الصحابة كلها فهذا الاحترام المتبادل بين أبي بكر وعلي وبين علي رضي الله عنه وعمر وعثمان ظل إلى آخر حياة عثمان رضي الله عنه فقد كان علي رضي الله عنه من الذين بعث بولديه ليدافع على عثمان بن عفان عندما جاء أولئك الأعراب وحاصروا بيته وهذا ما ينفي تلك المحاولات التي يحاول بعض الناس أن يجعلوا من بعض التفاصيل التاريخ يحاولون أن يلووا أعناق بعض الحوادث ويجعلوا منها سبباً لاحداث هذا النقاش الغير صحي بين الناس وقد ادى علي رضي الله عنه هذه الله الرساله عنه. التي امره بها النبي عليه الصلاه والسلام في الحج فكان ابو بكر الصديق رضي الله عنه يحج بالناس وحين خطب ابو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس كان علي رضي الله عنه بعد ذلك يقوم فيبلغ تلك الرسائل التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم بتبليغها وهو أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان وبأن المشركين الذين لا عهد الذين لهم عهد وميثاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحترم العهد والميثاق ويحترمه إلى نهاية مدته والذين ليس لهم عهد وميثاق فقد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشهر وعشرة أيام وأما أولئك الذين لا عهد لهم فقد أعطوا خمسون يوما إلى غاية نهاية الأشهر الحرم وهي عشرين يوم المتبقية زيد شهر المحرم الذي يعتبر من الشهر الحرام وقد أديا رضي الله عنهما ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أتم واكمل وجه. شكرا دكتور الخميس بزاز. طيب. استاذ مسعود مياد مع هذا الحوار الراقي الذي دار بين سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه وسيدنا ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. وما صحبه من صحيه ومن ايجابيه ورقي في الحوار ثم ما حاول المشككون من انساقه من شبه. كما سبق وان ذكر الدكتور الخميسي بالزاز ودحض جزءا منها اظن انه ما زال هناك كلام في هذا الباب لان هناك ما اثير الكثير ويتوجب الاخذ فيها. حقيقه هذه من بين النقاط في في التاريخ الاسلامي وفي التاريخ النبوي التي يقف عندها احيانا بعض اولئك الذين يبحثون عن كل ما يؤيد مواقفهم وما يؤكد عقائدهم وقناعاتهم حتى وإن كان تأويلها تأويلا بعيدا فيأخذون ربما ما يناسبهم ويتجاهلون الطرف الآخر ويتغافلون عنه فيقفون عند هذه النقطة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى علي بن أبي طالب من أجل أن يحج بالناس وإنما أمره في أن يستخلف أبا بكر ويتغافلون عن هذا الحوار الراقي وعن هذا 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 التفاهم الذي ما احوج الناس اليه حتى وان كانوا متوافقين ولكن حتى لا يقع هنالك سوء فهم فلابد من الافصاح فابو بكر الصديق عندما وصله علي بن ابي طالب تساءل في نفسه هل ارسله النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يخلفني او من اجل ان يتبعني تساؤل مشروع لانه لم يعرف حقيقة وجوده وحقيقة انبعاثه، فسأل هذا السؤال من اجل ان يستبين، ولا نشك ابدا في ان ابا بكر الصديق لو ان علي بن ابي طالب اجابه بانه بعث اميرا، لا نشك ابدا في ان ابا بكر سوف يتراجع ويصبح جنديا من جنود علي ويسير من ورائه والذي يقود القافله ويقود الناس هو علي بن ابي طالب، وانما حتى لا يقع هنالك لبس في الموضوع يسال امير او مامور ولصدق علي بن ابي طالب ولتجرده ولا نشك في ذلك ابدا فهو تربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلي بالحقيقه بانني مامور وانني ارسلت من اجل ان ابلغك هذه الايات وانتهى القضيه ومشى مع بعضهما في توافق وفي انسجام وفي تعاون واديا ما امرهما به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المترصدون يقفون عند هذا عند هذه النقطة سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين الذين قالوا مثل هذا الكلام عندما ترك النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من ورائه وقالوا في غزوة تبوك إنما تركك استثقالا لك نعم. و يعني من كثرة الكلام لم يستطع أن يصبر في المدينة وخرج خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه آلمه ذلك الكلام الذي كان يلوكه المنافقون ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ورجع مطمئنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه استثقالا له وغيرها من المواقف التي يبحث عنها هؤلاء المترصدون في التاريخ فيأخذون جزءا منها ثم يؤولونه ويقرؤونه على وفق ما يؤكد قناعاتهم ويدلل لقناعاتهم وإلا فكتب التاريخ الصحيحه والرواة الثقات ينفون كل هذه التاويلات التي يقف عندها هؤلاء ويبنون عليها قناعات وعقائد وولاء وبراء بعد ذلك وما الى غير ذلك، هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية التي أريد أن أقف عندها ولو باختصار وهو أن قرار منع المشركين من أداء الحج والطواف بالبيت عراة بلا شك وبلا ريب انه نقطه تحول كبيره وعظيمه جدا في شبه الجزيره العربيه. ارتباط الناس بمكه المكرمه لم يكن بالامر الهين ولم يكن بالامر البسيط. اعتقادهم في قداسه تلك الطقوس الوثنيه التي يؤدونها ليست بالامر الهينه ولا بالامر ولا بالامر البسيط فهذا امر الفه كابرا عن كابر. فياتي القرار الحاسم بعدما ان تهيأت الامور لحقيقة نستطيع ان نقول انه يعطي الضربه القاضيه على ما بقي من وثنيه في شبه الجزيره العربيه، على ما بقي من كلمه للشرك في شبه الجزيره العربيه، على ما بقي من اراده لإظهار مظهر من مظاهر الشرك في مكه المكرمه التي هي رمز لتوحيد الله عز وجل. فيكون في ذلك الاعلان وبتلك الايات الكريمات اعلان نهايه الشرك في شبه الجزيره العربيه حتى وان بقيت بعض المظاهر ها هنا وها هناك ولكن القضاء عليه في 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 بؤرته وفي في ذلك المكان المقدس انما هو قضاء عليه بعد ايام في كل شبه الجزيره العربيه ان يعلن بانه لن يطوف بعد هذا العام انه لا يطوف احد بالبيت وهو عريان وانه لا يحج بعد هذا العام مشرك وانه من كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده الى مدته وانه لا يدخل الجنه الا مؤمن كانت نهايه الشرك في شبه الجزيره اعلان نهايه ووفاه الشرك في شبه الجزيره العربيه وما بقي بعد ذلك الى غايه وفاته صلى الله عليه وسلم فيمكن ان نقول بانها هي مراسيم دفن لهذه المظاهر التي عمرت في شبه الجزيره العربيه بعيدا عن توحيد الله عز وجل وعما جاء به ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم، شكرا استاذ مسعود مياد، دكتور الخميسي بزاز كختام لهذه الحلقه حج ابي بكر حج ابي بكر بالناس هو تمهيد لحجه الوداع هو ايذان لتطهير الكعبه من كل مظاهر الشرك والمشركين من مظاهر الوثنيه والعبوديه لغير الله هو كذلك وفاء بالعهود. صح بارك الله فيك. هذا مهم جدا ان نلحظ هذا فالنبي صلى الله عليه صلى وسلم صلى الله عليه وسلم رغم انه في السنه التاسعه للهجره يعني نحن نتحدث على 22 سنه من البعثه. النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله في عليه هذا وسلم. التوقيت بالذات ورب العالمين يريد ان يطهر البيت من الرجس ومن كل مظاهر الشرك لانه هذه العاصمه المقدسه للمسلمين في كل الكره الارضيه. رب العالمين اقتضت حكمته وتشريعه أن يتطهر البيت من كل المشركين ومن مظاهر شركهم ولأجل هذا جاءت الآيات لكي تعلن هذه البراءة من المشركين وتعطيهم موعدا نهايته أربعة أشهر وعشر إلا الذين كان بينهم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مواعيد وعهود ولم يسيئوا ولم ينقضوها ولم يسيئوا إلى هذه المواعيد فإنها تحفظ لهم هذه المواثيق إلى نهاية المدة فيعلمنا الإسلام بأن العهود والمواثيق التي نقطعها مع الناس من الأهمية بمكان وبأن هذه العهود التي نضعها مع الناس ليست كلاما بسيطا يمكننا أن ننهيه هكذا وإنما ينهى وفق أسس تنسجم ومبادئ هذا الدين ونظمه وقيمه شكرا دكتور الخميسي بزاز شكرا, دكتور. شكرا أستاذ مسعود مياد مشاهدينا الكرام كانت إذن هذه حلقتنا عن حج أبي بكر بالناس عن اختيار أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكمة والدلالة من هذا الأمر ونزول تلكم الآيات الأولى من سورة براءة التي تحمل الكثير من الإشارات، لعل في مقدمتها نهاية عهد الوثنية والشرك والمشركين في الحج إلى بيت الله الحرام، إلى أن ألقاكم مع موعد آخر من مواعيد مجالس السيرة النبوية، أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.